وهو اليوم incredible hospital in مسؤول عن Texas أحد and أكبر he's the head of the المستشفيات في FDA and تكساس، وهو Steven got رئيس approval for إدارة that الأغذية so والأدوية، far as وهو we know it لسه عدنا في works الحصول it على may or موافقة على not هذا but الدواء. we may have some incredible results we're going to know soon وعلى so it's بس tested لكن it's been سنحصل tested على on نتائج قريبا. إذا تم 1,100 تجربة people in هذا the الدواء US على أكثر من the FDA is 1,100 also شخص allowing في نيويورك، emergency use of لقد a سمحت blood-related therapy called إدارة convalescent الأغذية plasma والأدوية as an بتجربة علاج جديد للمرضى الذين يعانون من أكثر الأعراض. ولقد أخذنا بلازما من الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا، ونأخذ هذا البلازما من المتعافين، وهذا يعني أن البلازما and transfuse it into six غني patients. بالمضاد بالمضادات الحيوية، وسيتم نقل هذه البلازما إلى مرضى، وذلك لتعزيز نظامهم. وسنرى ماذا سيحصل، وسنرى بعض النتائج، وأنا أعتقد أننا سنحقق نتائج باكرا، وربما سنتصل أيضا على موافقة لبدء هذه العلاجات. كما اليوم نبحث عن موافقة لليوم العمل على تعقيم الأقنية، ونحن نعمل على تسليم ملايين هذه القناعات. وأنا تساءلت دائما لماذا ليس بإمكاننا استخدام هذه الأقنعة مرتين أو ثلاث، ولقد اتصل بي أحد المحافظين وهو يملك شركة طبية وهو يعمل اليوم على لتعقيم هذه الأقنعة، ونرى أن بعض هذه الأقنعة هي قوية وفعالة جدا ومصنعة من مواد جيدة جدا، واليوم سنعمل على دواء لمحاولة تعقيم هذه الأقنعة لأكثر من 20 مرة. وما إن حصلت على الجواب من السيد مايك وعلى إدارة الأغذية والأدوية، سنعمل على توفير هذا الدواء الجديد للتعقيم، وهذا سيفيد كل العاملين الصحيين والطبيين. لا يزال أمامنا الكثير من الأبحاث لإجرائها وعلاجات أو أبحاث بشأن البلازما، فلقد أضحت ناجحة في بعض الدول، واليوم نتواصل مع دول أخرى ويساعدوننا في الكثير من الحالات. نحن نملك أعظم أشخاص في العالم، وهم اليوم يريدون معرفة ما ستكون النتائج التي سنحققها، وسنعرف ما إذا هذا أو هذه الأدوية ستكون علاجا أو ستساعدنا على تحسين صحة المصابين. وأعتقد أنه خلال الأسابيع المقبلة سنرى ماذا سيحصل. لقد أيضا على لقاحات جديدة ولا يتم تجربتها، وأريد أن أرى ما إذا كان بإمكاننا أيضا إيجاد علاج للاهتمام بالأشخاص الذين هم اليوم مصابون بهذا المرض. Incredible people. They don't stop. وأعرف أن هؤلاء الأشخاص يعملون بلا كلل لتحقيق هذه النجاحات. Blood-related therapy. More than a century. نحن نركز اليوم على علاجات دموية لمحاولة مكافحة هذه الفيروسات الكبيرة، ونعرف أن الأمر قد اختلف منذ مئات عام إلى اليوم، ولقد بدأ العمل على علاج خلال الإنفلونزا الإسبانية، ولكن حتى سابقا لم يواجهوا ماذا نواجهه سابقا. ونعرف أيضا أن في 1980 بدأ نوع من الأوبئة الجديدة، ونعرف أن هناك الملايين من الأشخاص الذين توفوا جراء ذلك. كما هناك فيروس مشابه للفيروس الحالي وهو فيروس كورونا، وهو سريع الانتشار. We're unleashing every tool in our nation. نحن نبذل كل الجهود ونعمل مع جميع القطاعات. فلقد بدأنا الكثير من القطاعات الطبية والعسكرية
والصيدلية وغيرها لمساعدتنا على مكافحة هذا الفيروس. وما كما تعلم كل الحكومات ومختلف المستويات تعمل على محاولة توفير الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة للعاملين الطبيين في الصفوف الأمامية. سأطلب من بعض الأشخاص الانضمام إلي، وهم أشخاص سيساعدنا في تسليم هذه الأدوية، وهم اليوم أكبر مسؤولين عن الأجهزة Henry Schein, Owens and Minor, Medline, الطبية وشركات التوصيل. ولقد أجرينا اجتماعا بشأن طرق العمل على توفير سلاسل الإمداد وتسريعها والبقاء على فعاليتها. وبعدها سأطلب من السيد مايكل كوفمان الانضمام إلي بالإضافة إلى بعض الأشخاص الآخرين للتكلم عن كل الإجراءات التي سيتخذونها. إذن سأطلب الآن من السيد مايك ومن السيد إد للتكلم عن بعض الإجراءات التي اتخذناها والتي تطرقنا إليها سابقا. شكرا جزيلا لك سيد الرئيس، وشكرا لقيادتك. وبفضل هذه القيادة لقد شفنا أن الإدارات الأمريكية تعمل مع القطاعات الخاصة، فلقد عملنا مع مركز مع مراكز مختلفة تعمل لصالح الشعب الأمريكي، ونحن جميعا ركزنا على التأكد من أن سنهتم بعملائنا، لأن هؤلاء العملاء هم الذين يهتمون بالمصابين وبالمرضى، ولذلك علينا أن نحقق نتائج جيدة لهم. لذلك سرنا رؤية كيف يتم التنسيق بين الإدارات المختلفة. شكرا سيد الرئيس. أولا أود أن أشكر الإدارة الأمريكية لكل الدعم الذي وفرتموه لقطاعاتنا. نعرف أن هناك الكثير من التحديات، فمنذ شهر يناير لقد رفعنا الأعداد الإنتاجية والصناعة، واليوم نحن نعمل على توفير أكثر من 40 و50 مليون قناع لتوفيره للقطاع الصحي والطبي الأمريكي، ولكن نحن نعاني من زيادة الأقنعة. مثلا هناك مستشفى في نيويورك يستخدم بين 1000 و2000 قناع في الأسبوع، الآن يستخدمون قرابة 20,000 قناع. إذن هذه هي المسألة التي نواجهها اليوم. إذن حتى مع زيادة الإنتاج والأخزون هناك طلب أكبر بكثير مما هو متوفر. شكرا جزيلا. ذكرت ذلك لأنه حين ناقشنا خلال اجتماعنا في إحدى الغرف استمعنا إلى البيان التالي، أي أن خلال سنوات كانوا يوفرون 10 إلى 20 ألف قناع، وهذا مستشفى في نيويورك. ولكن كيف ننتقل من 10 و20 ألف قناع إلى 200 إلى 300 ألف قناع؟ نعرف أن هناك حالة طارئة تحدث اليوم، ولكن إلى أين تذهب هذه الأقنعة؟ كيف ننتقل من 10,000 إلى 300,000 قناع؟ ولقد واجهنا ذلك في الكثير من الأماكن، لذلك يجب على بعض الأشخاص النظر في هذا الموضوع، ولا أعتقد أن ليس بإمكان الانتقال من 10,000 إلى 300,000 قناع، وهذا أعلى رقم استمعنا إليه اليوم. وهذا الشخص الذي استمعنا إليه هو الذي يصنع هذه الأقنعة ويسلمها، وأنا متأكد من أنك كنت شعرت بنفس المفاجأة التي شعرت بها. إذن عليهم جميعا أن ينظروا إلى هذا الموضوع في نيويورك. نرى أيضا أننا سنعمل على برنامج إيربريدج لتوفير الأجهزة الطبية التي نحن نحتاج إليها من دولنا أخرى. اليوم وصلت إحدى هذه الطائرات إلى مطار JFK وتملك أكثر من 130,000 جهاز تنفس صناعي N95 بالإضافة إلى ملايين من الأقنعة وأكثر من 10 ملايين قفازات. إذن ملايين من الأجهزة وصلت
لقد عملنا على زيادة هذه الحملات الجوية، ونتمنى الحصول أكثر من 50 طائرة من مختلف الشركات. سأطلب الآن من أحد المندوبين إلقاء كلمة. شكرا جيدا سيد الرئيس لهذه القيادة. أريد أن أشارككم أن شركة UPS لتوصيل البضائع يسرها العمل معكم، وسننجح هذه الحرب من خلال اللوجستية، وستشارك UPS في هذه الشركة. نحن نمرك أكثر من 490 ألف موظف الذين يعملون على تسليم هذه الأجهزة. نحن نعمل على توفير المعدات من كل دول العالم لخدمة المجتمع التي بحاجة إليها. نحن أيضا فخورون بالتعاون مع الحكومة ومع الولايات الأخرى، ونحن نتأكد من ذلك من أن سنتمكن من توصيل هذه البضائع. شكرا جزيلا. شكرا السيد الرئيس. أود أن أعقب على ما قاله الزملاء، ألا وهو فعالية التنسيق بين الإدارات المختلفة. بالإضافة إلى العمل بيننا، فلقد ساعدنا كثيرا. نعرف أن اليوم تم توصيل أول حمولة من طائرة إيربراج. لقد ذكرت أيضا 50 طائرة مختلفة، ونحن سيسرنا العمل على ذلك. إذا أود أن أكرر تشكرتي لك ولإدارتك ولطاقم العمل لهذه الشراكة والالتزام بحماية الأشخاص الذين نفكر بهم، هم الأشخاص الذين يعملون. إذن تابعنا هذا المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعض المسؤولين من القطاع الخاص. الرئيس ترامب تحدث وحاول طمأن الشعب الأمريكي عن أن الأبحاث مستمرة، هناك أدوية جديدة، هناك أمصال جديدة يتم تجربتها. تحدث عن موضوع البلازما، أخذ البلازما من الأصحاء الذين شفيوا وزرعها في 6 أشخاص، وبالتالي يحاول طمأنة أيضا أنه يمكن إعادة استخدام القناعات والأدوات الطبية اللازمة. إلى هنا نهاية هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء. Sky News Asia. Now, Carolina Nassar.